أكد دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نحو 3 ملايين مواطن يصرفون حاليا معاشاتهم بالكروت الإلكترونية في 13 محافظة، وأشار غالي إلى أن النظام الجديد لصرف المعاشات سيتم تعميمه في كافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 من يونيو القادم، ويمكن النظام الجديد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف المعاش طوال أيام الشهر دون الارتباط بيوم صرف محدد ولمدة 3 شهور من تاريخ استحقاق المعاش.